هذا الاجتماع يتضمن هو دراسة مستجدات ما طرأ على الاجتماع السابق من إجراءات تنفيذية ومتابعة لما تم إقراره في المؤتمر السابق. وفي هذا المؤتمر وفي هذا الاجتماع سوف نقوم بإعداد توصيات أخرى تتعلق بالتقدم نحو الأمام في عملية التحرير من ناحية الخدمات والتأهيل والتحرير وما يتعلق بالنازحين وتأمين الخطوات الأساسية اللوجستية لكل النازحين خلال عملية التحرير إن شاء الله. اللواء علي غالب رئيس لجنة الدعم لعملية التحرير نينوى في مكتب السيد رئيس الوزراء.